كان هناك شاب اعرفه اياما كنت خطيبا متجولا في المساجد، وكان هذا الشاب يصاحبني في اداء الصلوات، وتخرج في احدى كليات الجامعة، تخرج في كلية عملية، ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه. ولما خرجت من السجن سألت عنه، اين فلان؟ فقيل لي انه ذهب الى امريكا ليدرس الدكتوراه. ومرت الايام ودارت الارض حول الشمس مرات ومرات، وكرت الاعوام ولم اره حتى الان منذ 12 سنة. ومنذ ايام قلائل لقيت بعض الاخوة الذين تربطهم به صلة وثيقة، فسألتهم كيف حال فلان، الم تروه؟ فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى. كيف حال اسلامه؟ كيف حال ايمانه؟ فقالوا لا تسأل عن اسلامه ولا تسأل عن ايمانه. قلت اي شيء حدث؟ قالوا عندما ذهبنا الى مطار القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها، وعندما وضع قدمه في ارض المطار قال لهم سامشي معكم بشرط الا تكلموني عن 3 اشياء. قلت لعله لا يريد الكلام في السياسة او في الاقتصاد او عن الاحزاب، لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر. قالوا له وما هي الاشياء 3؟ قال انها 3 لا اؤمن بها لانها خرافة: الله والصلاة ويوم القيامة. ان المسألة خطيرة، وخطيرة جدا. الشرق والغرب متفقان على حرب الاسلام، ولكل اسلوبه. فالشيوعية اذا حاربت الاسلام حاربته بالسجون والمعتقلات وحبال المشامخ، حاربته بالحديد والنار. وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربته بالشهوات والملذات، حاربته بالنساء، حاربته بالملاهي، حاربته بالاعلام، حاربته بالتلفزيون، حاربته بالسينما. روسيا
قبضتها من حديد وامريكا قبضتها من حرير. وكلا الحديد والحرير يشنق ويميت ويقتل. تعالوا معي الى هذا الذي لما تذكر قد كفر، انه تزوج بامريكية وانجب منها اولادا ثلاثة، وقبل ان ارد على سيادة الدكتور الذي دخل بيته وهو ظالم لنفسه واغتر بماله واغتر بعلمه وقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، انني اقول له غدا ستقلب كفيك على ما انفقت فيها وحياتك خاوية على عروشها، وسوف تقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. سيادة الدكتور، انني من هذا المكان اضيء نورا احمر، اضع على معالم الطريق مؤشرات خطيرة لشبابنا، فاليهود والشيوعيون والصليبيون، هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الربا وملوك الاعلام، واول من فتنوا العباد بالنساء، والشيوعية الحمراء بينها وبين الاسلام فأر، والصليبية الحاقدة لا تنام عن الكيد للاسلام. الافاعي السود والثعالب الحم والخنازير البيض، الافاعي السود الخنازير البيض الثعالب الحم. تعال يا بص، اتنكر ان للكون الها خالقا؟ أتنكر أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور، يا خواجة عبد الله، يقول تعالى في صحف ابراهيم عبدي: انظر الى السماء وارتفاعها، والى الشمس وشعاعها، والى البحار وامواجها، والى الافلاك ومدارها، والى الارض واتساعها، والى الجبال وشموخها، والى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري، عبدي اذكرك وتنساني. عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني، لو امرت البحار لاغرقتك في معينها، ولو امرت الارض لابتلعتك في بطنها، ولكن اؤخرك الى اجل اجلته
وإلى وقت أقدته، ولا بد لك لكل نفس من الورود علي والمرور بين يدي. أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. اسمع يا خواجة، اسمع الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت. وقد مر ذات يوم بامرأة عجوز اراد ان يختبر ايمانها. لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى مسلم، انما كان لسان الفطرة هو الذي يجيب. اراد الامام ان يختبر ايمانها فقال لها: يا عجوز، ما الدليل على وجود الله؟ فنظرت العجوز الى ابي حنيفة وقالت: يا هذا، ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير، سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ ألا يكفي كل هذا على وجود الحكيم الخبير؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الليل، فمن اوجد فيه قمرة وزانه بانجم كالدرر المنتثرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ انظر الى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشرارة؟ الشمس والبدر من آيات حكمته، والبر والبحر فيض